السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. تشوفون الجلاديلاس ليش هذه طويلة؟ شوف هذه الجلاديلاس قصيرة، هذه زرعها السنة، أنا زارعها، هذول العام زارعهن، أنا ما زرعتهن هالسنة وخليتهن متانهن. شوفوا الآن تبي تفاجئون بالتزهير، شوفوا زهرته إن شاء الله تعالى بعد يومين ثلاثة أيام بالكثير تبي تبدأ تزهر. وش السبب تزهر بدري؟ لأني زارع، لأنه من العام طلعت. طبعا الأرض مليانة جلاديلاس ملي، شيء جديد وشيء حق العام. الطويل ذا كله حق العام، الطويل تشوفونه كل الطويل ذا حق العام. لذلك ترانا موسم البصل ما زلنا أوله، يعني دام المربعانية ما انتصفت ازرع بصل، بصيلة زينة طبعا ما فيها أي إشكالية. شوفوا هذا، شوفوا جلاديلاس هنا بعد، شوف هذا كله جلاديلاس حق العام ما زرع.